صباح الخير عليكم، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وظروفكم المهنية والعائلية بألف خير. ما لاحظتوا البارح دوزوا الإخوان الحمد لله بخير وعلى خير، كان عدد لا بأس به من الفائزين اللي دوزوا المقابلة في المغرب، وبالتالي هناك الحمد لله من تحصل على فيزا مقبولة، وهناك من أعطي له إجراء إداري حسب يعني قول بعض الفائزين. كانت هناك يعني جوج ديال الضابطات، واحد ضابط هو اللي كانوا كيدوزوا المقابلة، فبعض الإخوان يعني اللي تحصلوا على فيزا مقبولة كانت الأمور يعني معهم في السليم، كما نقول الأمور لا في الوثائق في السليم، الأجوبة كانت يعني حل أسئلة المتداولة دائما. غير كما كنت قلت قبل وصيت بزاف ديال الإخوان، حاولوا تبقوا تجاوبوا على قدر السؤال، لأن الأسئلة كون أكيد ما عمرها غادي تجيك يجيك شي سؤال غريب عجيب ما طرحوش ديجا ضابط الهجرة على الفائزين اللي دوزوا من قبل. الأسئلة متداولة وباينة وواضحة، وهذا هو الهدف ديالنا، أننا مررنا عدد ديال التجارب ديال الإخوان في القناة وعلى الصفحة باش تعم الفائدة نهار يجي الدور ديالك انتيا أو انتي أختي باش تدوز المقابلة. لكن بعض الإخوان يعني ما حالفهمش الحد ياخذوا فيزا مقبولة في المرة الأولى، وعطاهم إجراء إداري. إجراء إداري أنتم تعرفون عليه كلا حسب ملفه، كان اللي عطاوه إجراء إداري على 134، إجراء إداري على تأكد من المعلومات، وكان اللي عطاهم إجراء إداري على وثائق أخرى من غير 134، يزيد يصيفط لهم مثلا داك الاي 55 35 الى غير ذلك. فبصفة عامة الاجراء الاداري كيتعطى الاشخاص اللي ضابط الهجرة، غادي نكرروها ويا ريت يعني استوعبوها جميع الفائزين. الاجراء الاداري يعطى لكل يعني شخص، لكل فائز لم يتوفق في اثبات يعني أنه سوف يكون مستعد للتكفل بنفسه هنا بأمريكا، يعني يجب أن يدافع على ملفه قدر الإمكان وبجميع الوسائل، أن يثبت لضابط الهجرة أنك قادر على أن تتكلف بنفسك وأن تعتمد على نفسك هنا بأمريكا من جميع الجوانب، الجانب الصحي، من جانب العمل، من جانب السكن، من جانب المبيت، المأكل، المشرب إلى غير ذلك. لذلك إذا لاحظ ضابط الهجرة أن لديك يعني ولو ثغرة صغيرة، فيجب يعني أن يعطيك إجراء إداري لكي تستكمل ما يجب عليك إكماله، ألا وهو إذا طلب منك الـ 134 يجب جلب الـ 134 ديال المستضيف، إذا طلب منك وثائق أخرى يجب أن تدلي بها يعني في القريب العاجل، وذلك بإرسالها عبر خدمة أراميكس. وبالنسبة للإخوان الذين الحمد لله اجتازوا المقابلة بسلام، وكنت قلت أن حسب ضابط الهجرة الذي سوف يجري معك المقابلة، كل حسب تجربته. هناك فعلا من اجتاز المقابلة ولم يطلب منه أي شيء، لا 134 ولا مبلغ مالي، يعني دليل مبلغ مالي أنك لديك مبلغ مالي في الحساب البنكي أو. وهناك أيضا، وهذا لماذا؟ قلنا ربما الشخص يعني ملفه يعني يؤهله ب100% أنه يمكنه أن يهاجر إلى أمريكا ويعتمد على نفسه، من يعني دبلومات، من لغة، من يعني
عمله تجاربه في بلده الأصل. عاد أنه ربما عندما يأتي إلى أمريكا فهذا يعني يشير إلى أن ملفه أو أن بروفايل البروفايل ديالو يأهله يخدم هنا في أمريكا، عكس شخص آخر مثلا سنه لا زال صغيرا وحاصل فقط على شهادة البكالوريا وربما بكالوريا حرة وليس له يعني تجربة في سوق العمل وليس له لغة وليس 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 وليس. فهنا يكمن الفرق، هنا يكمن الفرق. إذا واحد عنده البكالوريا وما زال صغير، عنده 19 ولا 20 عام، ما زال ما عنده تشي تجربة في سوق الشغل، ما عنده تشي حاجة، هذا مطالب أكثر أنه يحاول يدافع الملف ديالو ويوجد الملف ديالو ويوجد الأجوبة على الأسئلة يوم المقابلة، عكس واحد عنده البكالوريا وعنده الإجازة وعنده الماستر وعنده دبلومات وحدين أخرين وخدام ودوز تجارب في الحياة، يعني خدم هنا وخدم هنا وخدم هنا وخدم هنا، وربما عنده شوية اللغة الإنجليزية إلى غير ذلك. فهنا إلى قارنا هاد الجوج عن طبيعة الحال الثاني غيكون مؤهل أكثر من الأول، لأن عنده شروط اللي كتأهله أنه فعلا هذا محتاجه أمريكا، غادي يمشي لأمريكا يخدم طاير مو يعتمد على راسه وغي يعول على راسه كما كنقولوا وما يكونش على المجتمع. مفهوم الإخوان. أما الآخر ماشي كان قصيوه زعما بحال بهذا الفهم، لا راه ما غاديش ما يمكن ليش يجي، لأن أنتم شفتوا أنا كنقول لكم دابا غير دراسة كنقراو ونحللوا هذا الشيء دابا اللي كيوقع في المقابلات هذه السنة هذه، لأن كما قلناها وكل شيء راه لاحظها للجميع أنه بداو كيزيروا شوية الشغل. حنا ما قلناش أنه كنقصيو هذا السيد هذا لأنه عنده غير البكالوريا ومازال صغير في السن ولا، ولكن حيت الأمور يعني مزيرة من جميع الجوانب، لا في المغرب لا هنايا لا في جميع البلدان، فحاول أخي أو أختي إلا كان هكا العمر ديالك صغير وعندك غير شهادة البكالوريا وما عندكش التجارب، ما خدمتيش، ما عمرك خدمتي، ما عندكش حتى شي تجربة، فحاول دافع الملف. أنا كنقول لك حاول دافع الملف ديالك أكثر باش ما طيحش في المشكل ديال غيقول لك غير مؤهل، ولا يقول لك جبنا الـ 134 جبنا الضمانة، خصك الحساب البنكي فيه الفلوس إلى غير ذلك، السيدي يصيفط لك الطاكس، يصيفط لك جميع الوثائق اللي غتثبت أنه غي يضمنك ويتكفل بك هو في حالة ما إذا وقع لك أنت شي حاجة رأيت ما يعني تستقر في هذه البلاد هذه وتقدر المسائل ذلك إلى غير ذلك. فهذا الشيء اللي لاحظته الأغلبية ديال الإخوان. وكاين الحالات الاستثنائية أنتم اللي شفتوها اللي فعلا إخوان عندهم تجربة وعندهم دبلومات وعندهم ولكن كتلقاه ما عرفش كيفاش يجاوب على الأسئلة وما عرفش كيفاش يتعامل مع ضابط الهجرة، وخا عنده مبالغ مالية وعنده دبلومات وعنده راه إلا ما عرفتيش كيفاش تهضر مع ضابط الهجرة راه غيعطيك إجراء إداري. يعني إحنا كنعطيو جميع الحالات اللي ممكن أي شخص يطيح فيها، وانتوما شتو سمعتو على القناة أنه كاين بروفايلات كل واحد وشنو وقع عليه يوم المقابلة. وكاين اللي يدوز كما قلت لكم في البداية ما طلبوا منه لا اي 134 لا حساب بنكي لا شي وثيقة المستضيف لا حتى شي حاجة، بحكم عارف كيفاش يهضر وعنده شوية اللغة الإنجليزية وصافي قنع بهذا المفهوم، هذا قنع ضابط الهجرة أنه قادر يمشي كمهاجر جديد لأمريكا ويعول على راسه ويخدم وعارف الهدف دياله، علاش أصلا دفع القرعة الأمريكية وعلاش بغي يجي لأمريكا. هذا هو لو بليز امبورطون اهم، وهذا الشيء قلتها لكم الى عقلتوا فيديوهات قبل ما كنتش شنو كنقول، قلت لكم نهار الاول دفعتي القرعه الامريكيه وطرح السؤال على نفسك علاش كتدفع القرعه الامريكيه، شنو باغي دير في امريكا، شنو الهدف ديالك من الهجره من بلادك لامريكا. اذا جاوبتي على هذه الاسئله كون اكيد يوم المقابله غتقنع دابيت الهجره. خلي داك الاخر باغي نصوفي راسي باغي تصور نديروا تكون مستقبلنا فعلا راه فين ما مشيتي كل واحد هذا هو الهدف ديال من نهار تزاد هنا، وحنا الهدف ديالنا هو نقراو نديروا الدبلومات وكذا ونخدموا نكونوا مستقبلنا ونكونوا اسره ونعيشوا والدينا وولادنا ونديروا لاباس الى اخره كلش، ولكن في المسائل اللي هي يعني واقعيه وقانونيه والاخر يعني سكت
خلي هذيك الهضره هذيك بينك وبين اللي خلقك، ولكن في الاخر تبت انك راك فعلا غادي تمشي، ما تكونش عاله على المجتمع هنا في امريكا، لان هنايا ولاو صافي الدولار راه كثر عليها الشغل بزاف كما قلنا، كثر عليها الشغل، فخصها تصفي دابا، تعرف شكون اللي كيجي عندها وشكون اللي ما كيجيش عندها، فهمتني؟ باش حتى هي تمينيميزي شويه لي شارج اللي عليها، راه عليها لي شارج بزاف، فبالتالي باش تستقطب واحد اليد عامله من مختلف الدول خصها تضمن داك لي شارج ما تزيدش تخسر عليهم، بالعكس خصها هي تربح منهم اكثر ما تخسر عليهم، فهمتوا الاخوان؟ يعني انت جاي لهذا البلد، انت حاول تعطي لهذا البلد، ماشي هذا البلد غيعطيك وانت ما تعطيها حتى شي حاجه. فنتمنى التوفيق للجميع، في انتظار اخواني اخواتي غادي نمر لكم تجارب ديال الاخوان اللي الحمد لله دوزوا، وغادي تسمعوا عاوتاني بودنيكم وتشوفوا التجارب ديال الاخوان والاخوات كيفاش دوزوا، والحمد لله الحالات تختلف، راه ديما كاين حالات تختلف، وكنحاولوا نوافيكم باي حاله استثنائيه اللي تحاولوا تعلموا منها وتاخذوا منها عبره وتاخذوا منها تجربه في المستقبل، وبالنسبه للاخوان اللي غادي يدوزوا المقابله في المستقبل ان شاء الله. يلا تحياتي لكم، كما يحييكم الله، يسعد الصباح وبدايه اسبوع موفقه للجميع. حنا راه بدايه الاسبوع بدات عندنا بالسبت، نتوما بون ويكاند والله يسهل الامور على كل واحد. انتظرونا دابا ندوزوكم ان شاء الله تجارب ديال الاخوان. السلام عليكم ورحمه الله.